للحوار بين الحكومة والمعارضة هدف، وهدفه عند الحكومة غيره عند المعارضة، وهما هدفان متعارضان لا يلتقيان، وتعارضهما يخلق حالة تعارض في وزن التمثيل المطلوب للطرفين وفي جدول الأعمال والكثير من التفاصيل. ولهذا التعارض لا ينشأ الحوار إلا وينهدم، ولا يعاد إليه إلا ويكون تراجع وانفكاك. الهدف عند المعارضة التوصل إلى حل من أيسر الطرق وأسلمها للوطن، والحفاظ على مصلحته والنأي به عن المزالق الخطيرة وعن الفرقة الاجتماعية وسوء الفتن. والهدف عند الحكومة تلميع الصورة والتغطية على مآسي الواقع، ويطاء فرصة سانحة لضرب كل القوى من غير صراخ ولا ضجيج، واستكمال كل الأهداف المخطط لها لإتمام السيطرة المطلقة على الشعب، وتنفيذ كل الخطط المعدة سابقا لإحكام القبضة على كل تفاصيل للعملية السياسية والوضع العام بالكامل، وتجفيف منابع القوة للفكر المعارض بصورة تامة، وجرجرة المعارضة وكل الشعب إلى واقع عملي جديد مفروض لتتضاعف صعوبة الخروج منه والتخلص من هيمنته وقبضته، وإلى محطات معينة لعلها تجد فيها الفرصة لإحراج المعارضة لتملي عليها ما تريد، ذلك إلى جنب ما قد يستهدفه الحوار من جهتها أي من جهة الحكومة إلى إحداث الخلاف بين الأطراف المعارضة وضرب وحدتها، وكذلك إحداث البلبلة في صفوف الشعب والفتنة بين فئاته. وما دام هذا التباين في الهدف بين المعارضة والسلطة، وما دام كل منهما ملتفتا إلى الهدف عنده وعند الآخر، فإنه لا يمكن أن نكون أمام حوار منتج معول عليه. وسواء كان حوار أو لم يكن حوار، استمر هذا الحوار بأي تركيبة أو لم يستمر، ستبقى مصلحة الوطن متوقفة أو معلقة على تحقيق الإصلاح الجاد القادر بما يحصل عليه من توافق شعبي غالب على إنقاذ الوطن من مأزقه والنفق الأسود الذي صار يفرض عليه ظلمته. فيا أيها الذين أثنوا على من ذله في كل ذلك، أينكم أنتم من ذلك؟ أنت يا حكومات الدول الغربية الكبرى، وقد عظمت من شأن من دل لمطالبته بالحرية والمساواة والتزامه بالأسلوب السلمي ولمناهضته للتمييز الظالم، ما هو موقفك من الحكومات التي تجهض صوت الحرية للشعوب وتنتهج سياسة التمييز وتذل الشعوب وتستأثر بالثروة وتقمع المعارضة السلمية وتغتصب الحقوق وتسلب الأمن وتكرس الاستبداد والديكتاتورية؟ أما ما يأتي من كلمات منكم تتحدث عن قيمة إشراك الشعوب في إدارة شأنها والاعتراف بالحقوق وبحرية التعبير عن الرأي والتخلي عن القمع المبالغ فيه والمحاكمات العادلة، فهو فاقد لقيمته على المستوى العملي في ضوء الدعم العملي المستند لسياسات الحكومة المناقضة لهذه المفردات بكاملها، إلى جنب أن هذه الكلمات لا تقولونها في العادة إلا مصحوبة بتطيب خاطر هذه الدول الظالمة المخاطبة بها
وتطمينها وإدانة الشعوب وتكبير أخطائها. وهل مطالبة مانديلا بما طالب به من حرية ومساواة وعدم تمييز فضيلة وعدل وحق، وهذه المطالبة نفسها من شعوبكم رذيلة وظلم وباطل، وتلك تستحق التقدير والاحترام وهذه يستحق بها النكال والعقاب؟ وهل سلمية مانديلا لها كل التقدير والثناء، وللسلمية من شعوبكم الفتك والمحق؟ وأنت يا غرب كيف اختلف عندك الأمران؟ بعد هذا أنتم جميعا اعذروا من يظن بأن ثناءكم لدور مانديلا وكفاحه ما هو إلا ضرب من ضروب النفاق. ثم إنه كأنه لا التفات عندها إلى أن استقرار أي سلطة على قاعدة أخذها بالعنف وسياسة البطش والتنكيل يعني لا استقرار، ويحمل معه بدرة زواله والعودة إلى الاهتزاز، بدرة زواله والعودة إلى الاهتزاز. نحن البشر يقتلنا الغرور، ولباس الاستكبار يهلكنا، والاعتزاز بالإثم طريق المذلة للإنسان.